الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. طبعاً كلنا عارفين الفنانة نيفين مندور والمشهورة بفيحاء في فيلم اللي بالي بالك، واللي بقالها فترة كبيرة جداً مختفية عن الأضواء، إلا إنها ظهرت كضيفة في أحد البرامج التلفزيونية وخرجت بمجموعة تصريحات عن حياتها وشغلها. الحقيقة كانت مثيرة للجدل، هنستعرضها دلوقتي مع حضرتكم في تغطيتنا الخاصة على موقع صدى البلد. الفنانة نيفين مندور صرحت إنها دخلت التمثيل صدفة وعن طريق حد من قرايب الفنان محمد سعد، وإن السبب بعدها عن الوسط الفني إن والدتها كانت مريضة جداً، وإنها طبعاً أولى بكل دقيقة من وقتها ومساعدتها، وإنها حست بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك، وكانت في حيرة بين الخوف والسعادة. صرحت كمان نيفين مندور إنها تعرفت على أحد أقارب محمد سعد بالصدفة في مطعم في القاهرة مع صاحبتها، وإنه عرض عليها بطولة مع محمد سعد وتحديدا بعد نجاح فيلم الليمبي. اتكلمت كمان نيفين مندور عن كواليس شغلها مع الفنان محمد سعد في فيلم اللي بالي بالك اللي كان عام 2003، واتشهرت كمان باسم فيحاء وهو اسم شخصيتها في احداث الفيلم. اوضحت كمان نيفين مندور انها قابلت سامي العدل وطلب منها الحضور اللوكيشن حتى لو كانت رافضه، وان هو السبب دخولها الوسط الفني رغم رفضها مشاركه محمد سعد العمل، وده لان الجمهور بيبص للفيلم الكوميدي انه ملوش اهميه فنيه. كملت وقالت ان مدير الانتاج طلب منها كمان الحضور حتى لو هي رافضه مشاركتهم في التمثيل، وبالفعل قابلت في اللوكيشن الفنان حسن حسني وهو اللي اقنعها بالشغل معاهم في الفيلم. قالت كمان نيفين مندور انها كانت عاوزه ترجع للتمثيل مره تانيه، لكن والدها رفض عودتها للفن. ومن ناحية تانية اتكلمت عن إشاعة جوازها مع الفنان محمد سعد، وقالت في ناس كتير جدا بتشوفني في الشارع وبيقولوا لها هو انت بجد مرات محمد سعد؟ وهي طبعا بتقول لهم لا، وما بتخافش لان دخول الوسط الفني بيخلي الفنانة معرضة للإشاعات. واخيرا كشفت الفنانة نيفين مندور كواليس تعاطيها للمخدرات والقبض عليها مرتين، واللي كان اخرهم في عام 2016. وقالت الحقيقة الموضوع ده بيضايقني جدا، والموضوع ما كانش خاص بيها، ده كان خاص بوالدها وكانوا حابين يكسروه بيها، وانه بقى بين نارين بين بنته وسمعته، لان الموضوع ما بقاش سمعته بس، لا بقت سمعة بنته كمان. كمان صرحت واكدت انها اخدت براءة من اول دقيقة، وفكرت كتير انها ترد، لكن ردود فعل الناس الايجابية خلتها مطمنة، وان الناس مش مصدقة خلتها كمان ما تردش لان الناس مصدقاها، غير انها نفسيا الموضوع كان مخليها مش قادرة تعمل اي حاجة، ولانه كمان جه في وقت وفاة والدتها وكانت ظروفها صعبة. وبكده خلصت تغطيتنا النهارده، ونتابعكم في تغطيات اخرى على صدى البلد.